أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، صدق الله العظيم. بسم الله والدي. اليوم ولدي ما تحتاجش اللي ينصحك، وانت حامل كلام الله على صدرك. اليوم ولدي خرجتي السلكة وجمعتي القرآن، تبارك الله وصلى النبي عليك. كنتي لبيب وفهمك خفيف، دغيا تنور عقلك. خصك تعرف ولدي باللي اليوم هزيتي واحد الحمل ثقيل، وتحملتي المسؤولية قدام العباد والمعبود. حاول تعمل بالكلام اللي كتحمل في صدرك، يكون هو المشبوح اللي يدلك على طريقك، منه تتعلم وبيه تتكلم وتحكم. وإياك ثم إياك والظلم، ولا الفتوى اللي ما عندك عليها علم. واتق الله في نفسك وفي ولادك، وطعمهم بالحلال. وكما يقال: عليك بالتقوى إن كنت عاقلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري. ولو كان الرزق يأتي بقوة. ما أكل الطير في السماء شيئا مع النسر. الله يرضي عليك ولدي، لا يغرك غرار، ولا تقول مع نفسك باللي راك علمتي وتعلمتي. راه طلب العلم واجب علينا من المهد إلى اللحد. يواسير ولدي الله معك ما حدك معاه، ومن تعد حدود الله. فقد ظلم نفسه. بسم الله ولدي، بسم الله. طالب طالب يا يو يا فرحة مبه، طالب طالب يا يو يا فرحة مبه، طالب طالب يا يو يا فرحة مبه. الجنة محلولة حالها مولانا، الجنة محلولة حالها مولانا، الجنة محلولة حالها مولانا. الطالب واصحابه في الجنة يتصابوا، الطالب واصحابه في الجنة يتصابوا، الطالب واصحابه في الجنة يتصابوا. طالب طالب يا يو يا فرحة مبة، طالب طالب يا يو يا فرحة مبة، طالب طالب يا يو يا فرحة مبة. الجنة محلولة حالها مولانا، الجنة محلولة حالها مولانا، والجنة محلولة حالها مولانا. والطالب واصحابه في الجنة يتصابوا، والطالب واصحابه في الجنة يتصابوا، والطالب واصحابه في الجنة يتصابوا. طالب طالب يا يو يا فرحة مبة، الجنة محلولة حالها مولانا، والجنة محلولة حالها مولانا. الطالب واصحابه في الجنة يتصابوا، والطالب واصحابه في الجنة يتصابوا، والطالب واصحابه في الجنة يتصابوا. طالب طالب يا يو يا فرحة مبة، طالب الحمد لله. طالب يا يو يا الحمد لله. فرحة مبة، الجنة محلولة حالها مولانا، الجنة محلولة حالها مولانا، والجنة محلولة حالها مولانا. والطالب واصحابه في الجنة يتصابوا، والطالب واصحابه في والطالب واصحابه في الجنة يتصابوا. طالب طالب يا يو يا فرحة مبة، طالب طالب يا يو يا فرحة مبة، طالب طالب يا يو يا فرحة مبة. الجنة محلولة حالها مولانا، الجنة محلولة حالها مولانا، والجنة محلولة حالها مولانا. والطالب واصحابه في الجنة يتصابوا، والطالب واصحابه في الجنة يتصابوا، والطالب واصحابه في الجنة يتصابوا. طالب طالب يا اسمعي يا ولد اختي، الجماعه اختاروك وكلهم وافقوا عليك ورسلوني لعندك باش نبلغك الاخبار، وراهم يتسناو مني جواب اليوم مع صلاه المغرب. ايها مولاي احمد، نهار كبير عندي هذا اللي تولي تصلي بالجماعه وتطلع للمنبر يوم الجمعه. غادي نموت وانا معني بيك ومهني عليك. الله يفرشك ويغطيك
برضاتي في الدنيا وفي الاخره. لا با، ما نقدرش وما يمكنش ليا. وعلاش؟ وشنو خاصك؟ هاش جلال ديال بواك، خد سلاهمو البسهم. ماشي الكسوه اللي خاصاني ولا القرايه اللي ناقصاني، انا ما كتوفرش فيا شروط الامامه كامله بالتمام. كيفاش يا وليدي؟ وضح لينا. الامامه ما تدوش ليه صلاب الناس حتى تكون متوفره فيه شروط لازمه ملزمه. بحالاش؟ شروط الامامه فيها روايات كثيره، ولكن حسب المذهب ديالنا حددوها بعض فقهاء المالكيه في 10 شروط، ويرمزون لها بالكلمات الثلاثه الاتي ذكرها: عدب وقصف ومحقه. واش كتعني زعما السر في هذه الكلمات؟ عدب العين، عاقل غير مجنون، هذه كاينه. والدال ذكر غير انثى، والباء بالغ سن الرشد. ايوا هذه باينه. امور يا احمد، ما نقصوا تسرت من هادو. والكلمه الثانيه وقصف ناس الفقيه؟ القاف قادر على القيام بجميع الاركان، والصاد صادق في افعاله واقواله، والفاء فقيه في الدين. والسيح من هاد الشروط كلها متوفرة فيه. ايو مال واش ناقصو؟ ايو حتى نكملو الثالثة ومحقه. الميم مسلم غير رهباني. لا مالو، حافظ القرآن وصواره ومصلي وقاته ومشاهد بلا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وماشي مسلم. المقصود بمسلم ماشي رهباني يعني انه يكون مزوج، ما يكون شيء كيتشبه بالاحبار والرهبان، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا رهبانيه في الاسلام. وحنا سيدي نزوجوه بالمخيره في بناتنا غير ينعت فيها بصبعو وحنا نخطبوها ليه؟ داكشي اللي قلت لي حتى انا وحتى مو باه معايا ومعاه، وليني هو قال لك سيدي حالف ما يتزوج حتى يدير بالوصيه اللي قال لهم شيخ الزاويه سيدي سعيد وعلي الله ينفعنا مبارك تشرف. اشني هي هاد الوصيه؟ اقرا حرب النساء. قرا مزيان وكون راجل، من بعدين تا الراجل ديال الدار. Thank you.
السلام عليكم. سمحي لي نسولك على منين نقدر ندوز للساقية باش نشرب ونورد عودي. اسمع داك الغريب، سلم وتكلم وسم حدودك. ما قلت عيبة بنت الناس، قلت غير سلام الله. إلا أنت تعرف الله وتعرف حدود الله، ما عندكش الحق تخالط النساء وتهجم عليهم بلا موجب شرعي. ما هجمتش، بالي البير واقح من الماء وقلت نسولك على طريق الساقية. وعلاش كنت؟ أنا غريب وبراني، والطريق اللي مدوزاني من هنا طريق طويلة وما كفاتني فيها عولة. تقادى زادي قبل ما نبلغ مرادي، وحتى دابا عليك الأمان. باغي غير نطفي عطشي ونورد عودي، والطريق ما زال قدامي. كلامك موزون، ولي نخطط الصواب، ولا شافوك رجالة ولد الناس ما غيعجبك حال. لو كان بان لي شي راجل مأمن تكلم، ما نحاديش ننسى ولا ندوز بصحتهم، واخا على ودهم شديت رحالي وخويت بلادي. كيفاش؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أديري عقلك يا هاد المرأة، وبارك ما تدبلي في عينيك. أنا اللي نبكي، أنا اللي نبكي وتاني البكا. وليدي غشيم، وأنا لا عارف علاش قدت نسى. ومالها المرأة مسكينة، ياك ديما مظلومة وعلى أمرها مغلوبة. المرأة تقبش وتبكي وتسبق وتشكي. الحمد لله ملي اعترفتي، ياك شحال هادي من عام وانتي كتقول لي المرأة مسكينة مقهورة، المرأة محقورة. ياك لقيتيني تدوز لي عاود تاني، حقرتيني. سمعتي لما انتي لك بحنيني لصغر ولي كتابي، وحتى من وليدي لك ترمدي لي هرجة، غاب عليا وخلاني. هي بسبب النساء خليتي قبيلتك وخارج هاي ما بغيت تقرا حرب النساء يا مسكين. كان شيخنا في الزاوية ديما كيقول لينا سوق النساء سوق مطيار، الداخل ليه رد بالك. يوريوك من ربح قنطار ويديو لك راس مالك. واش بالك انتي في هذا الكلام؟ ايوا الحق يتقال، المرأة داهية ماكنة ونجمة، وتقدر تقتل وتحيي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. اش هذا الكلام كتقولي؟ ولا باغي تعلم انا نوريك حرف من حروف حرب النساء، ولا اني بشرط. قابل شرطك، غير قولي ما عندك. إلا طلع كلامي صحيح بلي المرة تقتل وتحيي، وصدقت أنا الغلبة، باش جازيني. نخلي لك عودي ونكمل طريقي على رجلي. العود؟ لواه حشا، ناخذ عودك إياه، ولكن نعطيك بلاصتو بغلي. متفقين؟ متفقين. إيوا رد بالك، ما تدوي ما تكلم، وانا غادي نوريك العيالات علاش قادرات. ياك لاباس شنو كاين؟ والو ما كاين، كلشي مزيان والو. كيفاش ما كاين والو؟ وشكون هاد الغريب؟ وشنو كيدير هنا؟ هرب شويه ما تاديوش، الغلطه ديالي انا اللي خفت وزربت وغوت ربي اللي خلقني ملي شفتو قصدني. ساعه قبل ما توصلوا لعندي هو شرح لي وقال لي بلي هو غريب وبراني وباغي يورد عاودو ويبرد عطش مسكين. صافي الغلطه ديالي انا اللي دارها بيدي افكها بسني. الله يجازيكم بخير، سيروا كملوا شغلكم بالحق، ما عندي ما يتسالكم. سمحوا لي شقيتكم معايا بالحق، كتسالوني قصريه ديال كسكسو. الله يعاون. سلامه.
ايوا السيد طلب كي جيتك دابا ما قتلتك ما حيدك ياك ها تكلم ما عندي ما نقول وليني اللي خصك تعرفي هو لو كانت قضى اجلي ما غاداش تزيدي لي انت في عمري وباص هي مازال ما بغيتي تمحي له حتى كطلب ياك وزيد زيد بعدا تورد عاودك وتبرد عطشك اما سخوني تراسه ولد الناس راك ترجع على مولاها بالبروده وزيد تبعني لا 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 ما بقيت باغي والو بنت الناس غير الله يعاوننا ويعاونك زياد وبسلامة عليك الله يلاقيك التيسير اش كاين عاوتاني القلاده طاحت ليا في البير خلاتها لي امي الله يرحمها باش نتفكرها فيها وما عنديش من غيرها كاين شي حبل طويل عندي علاش بغيت ننزل بيه لقاع البير باش نقلب عليها راه البير نشف من الماء بحال والو تكون غير فوق شي حجره صف صف تسنيني انا جاي صافي صافي انا اللي غادي نزل نقلب لك عليها بصح الله يرحم والديك والله يخلي لك الميمه وينولك مرادك وي ويغلبك على كاع النساء وكي يولي هشيش بالرطوبة سمعي على الله امتجا خودي الحبل وربطيه في بلاصتو ها انا راه ما عزيزاش عليا الملاغة وشكون قال لك انا كنت ملغ معاك انا غير كنقري فيك حروب النساء وما تنسى ما تقري لوليداتك المحضار الرجل ما كيتربطش ولا يمي يقيدو فمو فين غدا امتجا تبارك الله على الطيابة والله يخليه عليك أجاجة بالصحة والراحة ياك ما بقيتو تسالوني ما نسالكم بعدا ياك ما بقينا نسالوك والو الله يعطيك الصحة تيقولي لي درنا معاك عقصرية جديد وجات كيفاش حيت غادي نقلتل عليكم ونشقيكم معايا عاوتاني آه. البراني اللي شفتوه معايا كان بينو بينو واحد الرهان وربحتو وغادي نبدل العود ديالو بالبغل ديال الطاحونة ما فهمت والو أجاجة وضحي كلامك مزيان غير وحده وحده وعقلوا على لقيماتكم وغادي نعاود لكم كل ما جرى وصاف الله على سلامتك على سلامتك الله على سلامتك ولد الناس
مرشاقي باقي. واش الكلام اللي قالت لينا تاجة صحيح؟ هي خسرتي الخطار على هذا الحساب. ما يهم شرهان، الا ضاع لي عاودي راني غادي ندي في راسي فايده اللي تنفعني على طول الزمان. ما عندي ما نساك، راك على بال وانت اللي رابع على هذا القبال. وليني ما تنساش، راك في ضيافتنا وضيافه نبي 3 ايام، دوز منها يومين في قاع البير والليله الاخره في دار الجواد. بسم الله. مرحبا بك مولاي احمد. بس خينا شايفيك والله يعرضك السلامه ويلاقيك مع ولاد الجواد. سير سير المختار جيب الطالب بغل. ياك بخاطرك السيد طالب، العاود راه في الحفظ والصون والبغل باش تكمل طريق، وعندك لا تنسى وتستهون بالنساء، راه مطلقه باش تكمل طريقك. دي كدار بيا غير مره وانا على الشيطان. انا درتها بك مرتين، كل ما نعو حافظ صورك السيد طالب. ونوصيك حاجه، تبع البغل راه عارف طريق لسوق النساء، وتما تعلم الحروف اللي باقيين. منديل الحرير يهديه الرجل الحر لمراته، ها منديل الحرير، الحرير صافي، عندي الحرير، عندي المليح، منديل الحرير يهديه الرجل الحر لمراته، منديل الحرير ثمنه قليل ولكن نفع ديالو كثير، يلا زيدوا قربوا، منديل الحرير يهديه العريس لعروسته، زيد لالا زيد. وما تندمي شري وعاودي ولي يلا. صحة وراحة لالا. سيدي ياك ما بغيتيش منديل ديال الحرير؟ اسمحي لي نسقسيك الله يخليك. قلت ياك ما بغيتيش منديل ديال الحرير ما بقاش حتى للسوق الماجي واجي بكري، مول المليحة وليدي باع وراح. لا انا غريب وبراني وغير الطريق اللي مدوزاني. يا ومنين جيتي وفين غادي وعلى من كتسول؟ اصلي من زاوية سيدي سعيد اعلي، وليني تلفت في الدنيا ولقيت راسي مجلي وما بقيت عارف راسي واش نزيد ولا نزيد. وفين تزيد ولين تزيد؟ واش نزيد نكمل على عمالي حتى يوفى مرادي، ولا نزيد نرجع في حالي لعند اهلي وبلادي؟ واشنا هما سبابك حتى هجرتي حبابك؟ ملي خرجت السلكة وجمعت القرآن بغيت نكمل الربع في ديدي. ايوا اللي هرب للزواج هرب للطاعه. قول لي حلها ما عندكم البنات في دواركم؟ بغيت ما نتزوج بنت المرا حتى نقرا حرب النساء. هو منظرة قريت حتى نسيت منين جيت ولا فين غادي، والدليل خسرت معلق راتني عاودي البرقي وبدلاتو ليا بهذيك البهيمه حاشاك بحالي. يا سيد ربي مسيكي. ودابا هاش بغيتي عندي انا؟ بغيت منك مندير الحرير قبل ما ندخل لسوق النساء. ولاش بغيتي ندخل لي؟ واش باغي مازال تعلم؟ باغي نقلب على السهله المهله اللي تصلح ليا نتزوجها ونرجع لدواري، نصلي بالناس ونقري الدراري. وعروستك كاينه واجده كتسنى ما تديدها للحنه، بنت الوزير القمان آية في الجمال وحتى هي قرية القرآن، باها باغي يزوجها باللي يقدر يزعزع قلبها واخا يكون ما يكسب ما يعلم. إيوا جرب حظك ما تعرف، غادي تدي يا وليدي
جاه مال وخسر فضال. لا 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 باقي غير شي بنت ناس على قد الحال اللي تقبل تعيش معايا في قبيلتي باللي قسم الله. ياك وحتى هي زاهده في الدنيا وملات عيش القصور عيونها واحه تروي العطشان وشفايفها تمره خدودها ورد وعطرها يغير من الريحان. وانت فين شفتيها؟ موسم الرمان خرجت تختار ولكن حتى واحد ما عمر عينيها من العرسان. لا 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 هاد الشي اللي كتقولي ما كيزعمش. يا وهي شروطها في فارس احلامها كتقول يكون بلاد بعيده ويكون قاري القران ولبيب وعنده حقه من الزين. انا من بلاد بعيده وقاري القران ولاني وعندك حقك من الزين غير حسبك كيقولوا زمان لا زين غير زين الفعل. هذا الشيء اللي كاين. اش قلت؟ ها فاش تعرستك بنت الوزير لقمان؟ وهاد بنت الوزير فين غادي نقدر نشوفها وتشوفني باش تكلمها ونميل قلبها وتقبلني؟ انا غادي نفتح لك واحد الري قبل ما تخرج مرات الوزير من السوق ولا اني بشرط. ها ها قابل غير شرطي. اذا كانت اللي قراتك حرب النساء فازت بالعاود ايوا اللي غادي يتزوجك بالسهله في النساء اش تدي؟ اشنو كتقصدي؟ بغيت نبدل البغل ديالك بحماري اش قلتي؟ قابل ولا لا؟ اتفقين لا ودابا حضر معايا عقلك واسمع لي مزيان. ولكن يا للا عندي لك واحد الخدامة الدرع الماضي إلا حطيتيها فوق جرح برا الشقا والنقا الدبغ الهيادر وتصبن الزرابي نكس وتنقش وما تعيا ما تقول أح وإلا حطيتيها في الجماعة تشطاح وتغني وتنقش الحناني. أما للي لدخلتيها الكشينة والله يا للا لندمتي تعجن وتطيب هالمحمر هالبسطيلة وتفنن في الحلاوي وفوق هادشي كله يا القرآن وتنضم الشعر وتقول الكلام بالقوافي. فين هي؟ راه هي دق باروك سوق النساء سيدي. بسم الله. وفين هي لالاكم؟ دارينها ركبيها ما قدرتش تطلع. بالحق قولوا لي أجها اليوم حتى تفرق سوقها قبل الوقت. ما لقات لالا ما تشري. إيوا لي ما شريت نزه ما خلينا حتى رحبة في السوق ما تساريناها وما لقينا نزه سيدي. إيوا غير باش تعرفوا باللي الوزير القمال ما مخليها محتاجة تسال شي حاجة. كاينة إيه بالحق لالا ما رجعتش بيديها خاوية. شنو اللي جابت؟ عند باب السوق جاب الله الغفلة ما بين البيع والشاري ودبرات لك لالا في واحد الخويدم. خويدم؟ على قلتهم خويدم بيضة شمعة تقول ما حرة غرة وعرفتي بشحال؟ كان عارف ما تكون غير خوات السريرة كلها كان عارف البيع والشراء ديالها كان تخلي فيه فضلها وراس مالها. والله سيدي ما فاتت فيها 50 متقال. هاويلي 50 متقال في خادم؟ ايه تستاهل كتر. ايوا شوفها بعدا سيدي عاد دوي وتكلم
فليلو فليلو. زيدي زيدي عند سيدي باش يشوف. زيدي يا فليلتي زيدي زيدي. ايوا ها هي. تبارك الله تبارك الله. بقى سيدي كتحشم. دابا تتعلم وتعود على طبيعة الخدم. إوا سامحنا سيدي، غادي نمشي نديو فليلو تبدل عليها ونوريوها موضها. واش خفتي منه ولا حشمتي؟ عينيه كياكلوا بالسم اللي طاير منهم، اما يديه حالي لا حط على كصفافت ديال الحديد حامي. سيدي هو هذاك، عيني خضرا ولسانه كيعطب، بالحق الكبيده شيشه والقلب رطب، كيموت ويحيى على مراته، لحقاش هي اللي خلاته بشانه ومرشانه، ولاني مره لا 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 إلا كاينه شي تمارة أنشمر ليها ونقطع ليها، أما رحبة المزاح لا يحضرني فيها. ولا واه تمارة ديما كتقهر وكتفني العمر، وسيدي كيبغي مرة مرة يبسط ويقجم. مرحبا بك. ايوا ها موضعك، ما عندك لاش تعجبيها في ليلو، انت راك مرضيه اللي جيتي للدار الكبيره، لاله وسيدي القمان مهليين فينا وحاطيننا في موضع بناتهم. ايه مولاي مسكين عطاه ربي كل ما بغاو تمنى في الدنيا الا حاجه وحده حرموا منها، وهي اللي حرات لي عيشته وخلات حتى حاجه ما تحلالي هي التريكه. لا سيد الوزير ما عنده ولاد. لا ولاد ولا بنات، وعلى قبلهم دوز سبعة ديال العيالات، ولالا سلطانة هي الاولى فيهم، هي مسكينة اللي خمات لي هاد التخميمة وخلاته يعطف علينا وحسبنا في حال بناته. مولاة المنادل دارتها بيا بالحق، هادي من حراب نصحتها هي. فليلو مالكي سهيتي؟ فاش كتخمي؟ حمدي الله اللي جيتي للدار الكبيرة، غادية تعيشي قيدي إلا كنتي كتفهمي، خصك غير تفكري وتعرفي اش كديري باش تعجبي سيدي في النزاهة. واخا تكوني بخيلة ودراعك قاضي، كوني غير لبيبة وكلامك حلو، تعرفي تبسطي وتقجمي. النزاهة كنفرشوا المنزه المولاي يجلس فيه مع مراته، وحنا يدورنا بيه بحال بناته. هاللي تشطح هاللي تغني هاللي تنقش وتحني، وانا ما نعرف من حتى حاجة من هادشي اللي كتقولوا. ولا عليك انا نعلمك ونوريك اش ديري. ايوا الله يعاونكم البنات. اللهم امين. كيف بقيتي يا سلام؟ قالوا لي توتيتي من رجليك. وشويه الحمد لله. ايوا اللهم لك الحمد، بقيتي تدور عليها حتى لقيتيها. يولي في الدنيا يطلب السلامه. وجرى واش نبت الزرع في الارض القفراء؟ ما موالفاش لك سلام، عمرك ما حطيتي لينا البياض. ايوا البياض راه كيستاهل البياض. سر الله يمسخك. وجدي راسك فليلو، الليله غادي تكون نزاهه، لحقاش سيدي ديما يلاجه كيجيب معاه لكل وحده فينا حاجه، يعطيها لمراته تصونها، ومن تسالي الفراجة ويبسط سيدي ويتفاجا همو كيبدا يعيط لينا كل وحده بسميتها، يعطيها سريرتها وكلها وزهرها تحلها واللي لقاتها فيها ديالتها. وانا ما نعرف لا نشطح ولا نغني. غادي نعلمك واحد الخبيره تعاوديها لي. نسالي وحنا وتبقاي انت الاخره. والاخره يا لاله مدخره. ويلا كنتيني تحافظ القران غادي تعقلي مزيان وتردي القصه قصات وتزيني في الحكايه فتيات.
علموني من اللي علمكم الله، وانا نقسم معاكم اللي قسم الله. انتهنا من الشقا وتمارا. ايوا يلا باش بغيتي نبداو. بنت الفقي والسبع اللي نتفاتو، ولا السلطان اللي شطحت مراتو. سوجات. ايوا يلا هي نبداو ببنت الفقي اللي كانت مسكينه ما حنا ما ضلنا، حتى جاب ليها باها عريس ما تعرفو ما تدري، رفضاتو وبهدلاتو وخلاتو شفايا الناس القبيله اللي شمتو فيه. بالحق هو طلع شطر منها، تمسكن حتى تمكن وخلاها حنات عليه، غير قبلات وتزوجات به وهو يوريها حنت يديه، بعدها على اهلها وغربها، خشب عليها وحجبها، دوزها على المعطشانه، عدبها وعادي ضربها بلا سبه. نهار مشاو والديها يزوروها بكات وشكات، تلفتت امها لباها وقالت ليه فاينك الفقي؟ الا كنتي سالك السلكه وفحل حيد على بنتك الدل. سمعتها بنتها وطاحت لي على رجليه، ارمت عليه العروزه وقات فيه، ورفقيه لقى راسو واحد. واش يصارح مراته وبنته باللي ما كاين لا بخور ولا سحور، وداكشي اللي كيدير غير بحوط وصحت السحوت باش يدبر على معيشته، او اللي يكذب عليهم حتى هما ويخليهم في الغلط، لا يعرفوا حقيقته ويفضحوا سريرته للعيالات. خمم واحد تخميمه باش يوقفهم عند حدهم. ساعت حنتو اطلب منهم يجيبوا لي زغبه السبع، بشرط ينتفوهم لي هو حيشوف بعينيه. دبحات العطروس ووزعاته وقدداته وزات قلوعها ومشات للغابه. وحده غار السبع سكنات وعادت كل نهار تلوح ليه اللحم اللي ملحات، حتى قام السبع وتعلم العكس وعاد غير راقد في باب الغار جام حال فمو يبلع ما يحتاج يصيد. ومن اللي حسات به ولف ريحتها ودا عليها، بدات كتقرب ليه حتى ولات توكلو بيديها، نتفات الزغبات ورجعت لدارها وخير شاتها باها. جمع النوضه وقال لمراته يا الله نوضي زيدي قدامي، هاد البوحاطية عندك اللي خلات السبع يركع ويعطيها الحيتو تنتفى، كون ما لقات هاد ولد الناس خشبة صلبة ما غادي قدها قد ولا يحدها حد. ايوا واش نطرى من بعد؟ اش غادي يطرى؟ باينة اللعمة في الظلمة، هاديك اللي دات السبع ضبع الراجل تردد الريح بو يرضع. ايوا خليو فليلو تكمل حكايتها بعدا. لا فليلو غادي تمشي معايا، وقتاش ما دخلت فراشي او درت راسي على الوسادة تعاود لي خريفات سيطيب العاسي. شكوز داتا يا سيدي. بارك علي بناتي، غادي غير يزيد يسهروا. وتزوج الفارس فخر الدين بالاميرة، من بعد ما عتق القلعة من بطش راس الغول، وهكذا مشات خبيرتي من واد الواد، وبقيت مع ولاد الجواد. فليلو في الغدا زيديني شي خبيرة أخرى زيدي. زمان سلطان جزيرة الحباق والسوسان، لا حكام بحال حكامه ولا كلام فوق كلامه، ورجاله والوزارة دياله حتى واحد ما يزيد الهضرة قدامه. واحد نهار أعطى رمل البراح باش يبرح في القبيلة، واه القبيلة الخيار الحاضرين يبلغوا الغايبين. درتيها باهي العفيريتة. أما انتي لا في الحقيقة بقات فيا مسكينة، بين عليها غشيمة وما بقاش فيك راسك.
انا بعدا عييت مده هادي وحنا هازين هبال داك الشارف في الهارف. خلينا نتسرحوا شويه. شفتي غير غادي يقيننا عليه. ايوا بعدا يتسرحوا غير شويه. غدا يتقاداو الفليلو داك جوج خبيرات اللي عاودتيهم ليها ويجري عليها من حداه ويرجع لينا يسهرنا ويجيب علينا هبال وعاوتاني. ما تخافيش ما تجي فين تقاديهم حتى نحفظها خريف خرين. راسها خفيف وخا كتبان هبيله باين عليها بنت ناس كبار غير ما عرفت كيفاش تكلات بها الايام. اجي نعم كاع ما سولناها على قصتها. يا منى ماشي حوايدك هادو. امال فغير كتبان لك شي بنت جديده كطيري عليها ما تطلقيها حتى تسلي ليها لسانها وتجيبي منها صريرها. حتى دابا باقي الحال الليله تكون عندك خبارها ياك. ودابا نشوف. الفليلو ديالي مالو لاش بدل حالو؟ والو هذا تحتوش. لا لا ما عجبنيش حالك. خصك تكون فرحانه سيدي راضي عليك. ما عندي ما ندير برداتو. سكتي شويه مالك اش جرى؟ ليش ما فسلي عليك سيدي؟ لا لا يحييه ولا يطول الزمان عليه والله حتى اللحو من الدربوز. هاي هاي على فليلو ما فيه لاش واش يحساب ليك غادي نسكت ليه؟ لا لا ديريها وتقدي بيها هات الطولة وتجريدة راكي غتخطفيه وتهربي بيه. كون كان تايحشم ما يقربش ليك وما يهوب تمجيهتك بالحق القلب ما تيشاورش. تنتي دادا عطوش غار نضحك معاك يا بنيتي. عافاك إلا بغيتي تبقي عزيزة عليا ما تبقيش تقولي ليا بحال هاد هاد الملاغة والمزاح ما عندي بندير بيهم. عارفك يا بنتي النقرة صافية ماشي ديال المزح وبالحق فين باقي البنات بحالك. يا منى يا منى زينة البنات اش بغيتي عاوتاني؟ شفتك سير كتحل بدليا. والله إلا كتفهميني زيد نطقو بلا بسالة. ياك فين ما احتاجيتيني كتلقاني. أييه كنلقاك قدامي فين ما صديت فحال الزلط. مقبولة منك. قول اش بغيتي وطلقني خلاص. بغيتك فواحد خبيرة من عندك كتفرق الخبارات وحتى حاجة ما كتفوتك. إلا هادي يا منى. قول اش بغيتي. بغيت نسولك على واحد البنت. فليلو إلا وقفتي معايا فهادي فين ما احتاجيتي غتلقيني. اش فشلك ما يبلك ولا تحقرينيش. عارفاك موسد الكنز وحات الفوق الدخيره عينيك وودنك ديما خدامين تجسس وتجوسس بيهم واللي شديتي عليه زله يودي باش ما تفضحو. ايوا اللي خدتي عليا وديناتي وعويناتي. ايوا خلي عويناتك وديناتك ينفعوك دابا. يا منى يا منى كيف بقيتي يا الحاج؟ مرضي كبر ودوايا كبر والأعمار بيد الله. الحقيقة خايفة السهلال غير مولا مهنا يديها مانتو قبل ما نشوف ولدي مولاي أحمد. ولا وهن على الشيطان طلب الله يزيد في العمر تفرح بيه وتشوف وليداته ويلعبوا قدامك. ما نكذبش عليك ندمت لي تبعته فريو وخليته يركب هباله وخرج يقلب العين الشمس.
إيوا الله يسمح للشيخ الزاوية الحاج الفاطمي كاع ولاد القبيلة تبعوه في ريو، ولاو كيخافوا من الزواج، قال ليك ما قال ليك بغاو يقراو حروب النساء عاد يتزوجوا. هذاك مبقاهم بلا زواج بحالو، راه مسكين خرفو قام ما لقى حداه لا مرا ولا ولاد اللي قاعدوا فسادو. اسمح لي يا سيد الحاج، دابا حنا شطرا لينا اللي تزوجنا بلا ما نعرفوا حروب الوليه. حنا مساكن درنا النية وبتنا مع الحية. اسكت دابا تسمعك لالا في الطموط قلق عليك. باقي فليلو مالك غير مغنبره محزمه ومرزمه، من نهار جيتي ما حليتي حزامك ما فكيتي شعرك قدامنا. ولا مازال ما ولفتي زعما؟ وانا بعدا من النهار حليت عينيا وعقلت في الدنيا، رباوني والدي على ثلاثة ديال المسايل، ما نعري راسي، ما نهز صوتي، ما نمشي فتوحية، والرابعة خلاوها عادة فيا. الله يرحم القبر وما خلق، عمرني ما نتشارك الفراش في النعاس. ولا واه بزاف هادشي اللي كتقولي فيها فليلو، معنون المرأة الحرة مولاة الدار والري والشوار، ماشي مسهم الخدم. هي ما تقتوش بيا ملي قلت لكم راني بنت الأصل والمفصل والحساب والنسب، غير خلاتها مولاتها السوايع بالدالة والفلك يدور. تلات بينا ليام من اللي ماتوا المراحي وخلونا احنا سبعة الخواتات لا حلي لا رحيم. دلحنا وحوزنا في الخيام حتى ولينا نقولوا للكلب سيدي ونشاقوا في الغزالة لا لا الغزالة. سكتي سكتي يا بنت صغبية، دابا تسمعك لالا وتندمك على النهار اللي خلقيتي فيه. لا 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 باين عليك ما باعوك مماليك وعافوك وفرطوا فيك غير على لسانك السليط وقيله. وحاجه خصك ديرها في راسك بنت الناس، لالا وعزيزي ما عندهم ما عدا عليهم من قله النقاء، والخويده من اللي ما تغسل طرافها وترقع كساتها وتهلا في حالتها كيدحيوها واخا تكون حاره حادقه في الشقه. وحاجه اخرى خصك تعرفيها حتى هي، لالا كتعوم مره في كل سبع ايام وحنا اللي كنحضيوها في الحمام. لا لا وانا ما عندي خرقه للسخون وزيدون بياضي ما يحتاج للصابون. خلات امي لالا الله يرحمها على كلمه، الهبيله اللي ما عندها عقل هي اللي تدير النيه والثقه في الراجل. عندها الحق، رجال نيتهم ناقصة وما فيهم ثقة. أنا اللي كنت مخليها راكب هبال ويجري طواله ونعس على جنب الأمان، ياك أنا ما حسيت ما ظنيت حتى جاب عليا الضرة. وعلاش جاتها بعدا؟ لو كون غير بدلك بشي طولة وبشي تجريدة ما يبقاش فيك الحال. وباش تعرفي ما كاينة ثقة في الرجال، كون غير بدلني بشي وحدة أغنى مني والله ما نفيق ليه من النعاس ويخلي لي غير تغرادي باش نعيش ونعيش ولادي ودحيا يا الواد. دابا هاد المثليه بمن اتصل محفحفه قالت لها القهره وقلت شي باين فيها غادي تكبر كرشها وتكوش على كل شي. يا كيتها يا خلاها، والله يا باباها حتى نصيفطوا ليها ما يكسب ما يعلم، هي عند بالها طاحت على همزه فين تعيش وتعيش هلها، وانا غادي نصيفطوا ليها منتوف بلا ريش. احيانا يا اختي ما جات لا بسحور ولا ببخور، خلاتها مولاتها الحلاحة غلبات السحارة، هي داتو باللسان الرطب والكلام الحلو وانتي يا فزعية، بالنهار النقوير وبالليل الشخير وكتبيتي مع الدجاج وكتخلي الراجل وحده، هو بالسيف ما يجيب عليك الشريكة. غادي نشركو في عقله لا هو ولا هي،
ودابا تشوفي وتعرفي اختك علاش قاده. قولي لي اش كاين؟ هي تحطي على شي فقي نجم او لا شي شارفه قطعه يديها من يد الرحمن. نوضيه في ليلو شفتك راخيا ودني. لا 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 ايوا خليها تدي لي فاده، راها باقا بلا زواج وخصها تعرف ما دير للراجل الا طاح بين يديها. شوفي يا بنتي ما تشفقي ما تحني، والراجل راه الا ما تحك ما يعطي الريحه. فهادي عندك الحق. لا لا ايوا كبي كبي شي كاس تاع اتاي وسيري نوضي شوفي شغلك. يا اختي على واحد العالم ناجم يجمد الماء ويطيح الطير من السماء ومخبيه عليا يا الكفره. ومالك انت شنو بغيتي بالفقيه؟ رويجلك عارف عليه وحاكمه الجامو، ومسكين كيشوف غير قدامه وما كيهش عينيه من الارض. احنا عليه داويين اش من مسكين، علاه الرجال فيهم الثقه؟ يسحبك انت غير من عند الله داير هكاك. راني موكلاه لسان الحمار ومخراليه بمخ الضبع وعابراه بالخيط تاع النيرات المنشج، وهذوك الشلاغم اللي كيحسن تخيط بزغبهم كفن وتدفن في الروضه المنسيه. عاد الراجل تبت وحصن وكمشت عليه بيديا. ايوا بنت مينتي انا راني ما كنت عارفه لا فقيه ولا شوافه، راني غير جيت لعندك باش نعرفك شنو كديري للراجل. ايوا دابا ملي عرفت عاد غادي ندير جهدي وشرع يديا وباش ما كان رضي عليا الخبار. غيتها اختي غيتها. اش بغيتي عاوتاني؟ راه كنعرفك مني كتبغي حاجتك كتبقى تميلحس وتميسكن. غيتيني غيتيني فهادي غيتها، وفين ما تحتاجيني تلقيني. لا 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 هادي باينة على شي تخلو بغيضة كبيرة ولا شي مصيدة منشوبة، حيت ماما الفالكش هاد حضورية الراس وحلاوة اللسان ورطوبة. لا 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 بغيت نسولك في ليلو كتعرف تكتب وتقرا وحافظ القرآن بصح؟ وعلاش كتسول؟ ياك بابا تاس كتب لك شي جدول؟ لا أنا كتبت لها واحد البرية. برية وماذا بيا توصلها عليها؟ علاش لا؟ ولاني من يديك ليديها. واش كاتب لها هنا؟ الحلال. الحلال خطبه وطلب يديها الا بغاتني نفكها من القهره اللي فيها. كون هاني من يدي ليديها. بارك الله فيك. هاكي هاكي وصلي لي هاد فليلو. اييه فليلو اييه كون هاني دابا نطلعو من هنا دابا. شكرا. اجي واجي والبنات تشوفوا العجيب والغريب. اش من عجيب ولا غريب اللي خرجت في العساس؟ سلام. اييه اي والله خرجنا من دار العيب بلا عيب. اش كاينه غيتا؟ ياك لاباس؟ ايوا قربي قربي في ليلو هنا باش تسمعي. بلمت عوز لاخور بلا حشمه بلا حيا، عيط ليا وطلب مني نوصل في ليلو هاد البريه. وانا راه من نهار حطات في ليلو رجليها عندنا وهو مقابلني ما خلى ما جاب ليا ويطمع فيا باش نقول ليها شي هضره ما فيها ما يتقال. بالحق قطعتو لياس وقلت لي في ليلو بعدا حلفه حلفه قطعيه على الرجال. عبرتي عليه يا بلاتي بلاتي بعدا تقرا لنا في ليلو شنو كاتب ليه في هاد البرا. وعلى هو يعرف يكتب؟ لا راه مشاك راه فقيه اللي كتب ليه البرا. يا لطيف هي دار فضيحه. عرفتي ويسمعوا سيدي ولا لا؟ والله لا عمرو زاد فيها الضربه. يبا قولي لنا في ليلو شنو كاتب لك تما. اش غادي نقرا؟ تفرقوا عليا واحد شويه. ايوا هاتي لك ليلو ملهفه بقى عليها وقتاش تشد البريه. لا لا واقيلا قابله بلا ما تقرا البريه. سمحي لي نسيت لك في ليلو ديالك. البارحة الحاج
حلمت واحد الحلمة. نشوف وليدنا لابس قفطان ديال الحرير خضر. هي وجالس في قبة ديال الناس الكبار ودايرين فيه شلة رجال ونسى من الوجوه الخيار. إوا حمد الله هادي راها رؤية ماشي منامة خايبة. وبلاتي نكمل لك. هو يتقدم واحد السيد لابس كل شي بيض وهو يعطيه الشربي الخضر. شنو الشربي الخضر؟ ايه وشبقة بيضة وواحد التاج ديال النقرة الحرة نورها يا سيدي ربي يا مولاي يشقشق في العين. هذاك بشار الخير وعلى ما فهمت من الحلمة اللي حلمتي واقيلة واقيلة ولدنا لقاشي نقرة صافية شي بنت الدار الكبيرة هاد. ومن فبك سيدي ربي واخا كنت باغية نجوجو من قبيلته ما كاين حتى مشكل. ما عرفتي الخير فين كاين. عندك الحق مصاب غير يرجع ليا وليدي بخير وعلى خير. اش عجبو فيها طولتها ولا سلقيمتها؟ كتجيني في صالتها يا ربي تسمح ليا يا ربي تسمح ليا بحال الراجل. ايوا كلها وعلاش طاح حبه وزيدون كيما بغات تكون عندها الزهر مع الرجال اللي شافها كتعجبو بحال والو تكون هزه معها شي حرس كون غير ورطنا فقيها. بالحق ما عندنا ما نديرو برجال هاد الدار غير الا كان شي واحد من على برا باش يفكنا وصافي. وجاي الحماله حماله وجه الشريط شريط. اش بيني وبينك الا ما تافينا واحد بحال سلام شكون يبغي يتلفت لينا؟ اجيو هادوك اللفعات اش تقولوا؟ راني كنعرفكم ملي كتكونوا مقرونات. ما عندنا ما نخبيو عليك لاله هذيك الخدامه اللي جبتي جديده من السوق مالها؟ تكلمي تكلمي قولي اش كنتي باغا تقول. ما ظهر لينا فيهاش واه بان عيبه قبل ما تكمل ضيافه النبي 3 ايام. ما بيها والو زوينه وماضيه وحادقه والبيبه وكلامها حلو ما فيها حتى عيب ولا لولا. انت يا لاله ما غتبان لك فيها حتى لولا حين بنت لها محرف شقه ولين عزيزي. ما العزيز كتا هو اجابوا الهضره كيبغي نقى وباش عرفتوها ما نقيه شي من اللي قلنا لها راه لاله كتدينا للحمام مره في كل 7 ايام قالت لينا لا لا انا ما عندي حرقه للسخون ولحمها بيض ما يحتاج صابون. ايوا ما كتبات شي عليكم. شفتي اش قلت لك غيتا؟ ايه راه داكشي اللي كاين يا يمه. لا لا ظهرها هذه فقيها سوسي وضربته دق بطله. ايوا غير الله يخرج عاقبتنا معها بخير وعلى خير امين. بصحه والراحه التحمحيمه الله يعطيك الصحه. لالا زينه وزادها نور الحمام. قولي لي يا فليل مالك ما مشيتي معانا؟ قلت انا ملي معاك غيتا ويامنا هما في الكفايه وانا نبقى نوجد لالا الصينيه وتاي المشحر على حقه وطريقه. راها تاي مزيان من بعد الحمام كيسقي العروق ويبرد الجوف وخصوصا الا كان من يديه. ايوا يلاه لالا كبي لي شي كاس بكشكوشتو نجرب ونشوف. ها هو لالا مرات سيدي تشربي وتعاودي بالصحة والراحة. ما عندي ما يتسالك وعرفتي اش نقول لك فليلو انت اللي غادي تبقاي تصايبي ليا اتاي ديما فين ما نجي من الحمام نلقاك موجدة الصينية. واش باقي خاصك شي حاجه هذا عطوش؟ الله يسكن مستعديك في ليلو الا ما مدي ليا الغرفه الكبيره ديال السقوه. راه هي قدامك ماشي هادي ديال النحاس. واخ فليلو تكلمي لاله مرات سيدي راه بغاتك.
سير بنيتي الله يرضي عليك ورجعي دغيا عندي، راه حتى وحده ما تجيني سخرتها هكا بحالك. واخا نعم. لا لا جلس يا فليلو. وجدي راسك، وراه الظهر غاديين يجيو عندي صحاباتي باش نحنيو، وراني معوله عليك باش تنشطي الجلسه وتنظمي الكلام. بغيت نتفايش عليهم، وبالخصوص على مرت القايد موسى، هذاك العام جايب هذاك الخويدم فمها مراجل وكتمضغ في الكلام. قالت لك جايبها ليها راجلها من الشام. ايوا عقدي راسك، ونبغي كلامك يكون موزون. لا 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 ما نقدرش. كيفاش ما تقدريش؟ بغيت نقول الا بغات لالا الجلسه تبها والجماعه تزها، هي الا جبتي معايا مولات منادل الحرير. فين غادي نلقاو هاد مولات المنادل؟ عند باب سوق نسا. لالا ها مولات المنادل جات. قول لها ادخل. دخلي. السلام عليكم العيالات. زيدكم السلام. زولي التام. فليلو قالت لي بلي كتعرفي تضربي المعاني، وبلي كتنظمي الكلام بالقوافي، وبلي انتي اللي علمتيها، وما بغات تنظم ولا تقول حتى كلمه غير الا حضرتي. على الراس والعين لالا مرات سيدي. يلا يلا ها فليلو بسم الله، شكون اللي يبدا انتي ولا انا؟ ها ايوا نبدا انا الاولى يمكن ياك، واخا ما كاين بس. سمعوا يا الحاضرين قصه الطلب مسكين اللي نزلت وتجلبي لي جبت الخلاله، تما خلات وقالت ليه انت قرك الفقيه وانا قرتني امي والخاله. عويشه الدويبه درتها بالتاجر جعفر ام السنان، وربطت ام سيدي وفي الصندوق حطت السلطان. حوا حوا خرجت بنا ادهم من جنعه تهنت وخليبتها بلا قرايه، حطت قاري القران يرقش الحنه بين البنات. ياك الطلب. ايوا قرا حتى تعيا ودير الهمه. ومن عند مولات المنادل تعلم الحكمه. راه عنتر عنتر شديد هالسيف وغلب فرسان صحاح، وقدامك يا عبلة سلم وحط السلاح. ضحكتي لي يا فليلو ضحكتي. واتاكم الضحك واتاكم الضحك، انسى زيدوا ضحكوا، راه الرجال فرطوا وخصهم مازال يتحكوا.
وبغيتي طلب تعلم الإفادة وتقرا حروب النساء، ساعات تطلب الرحمن يخرجك من سوقهم رفعك فوفك للسماء. ده هذا فهيمة. أنا مزوج، خرجيني من هذا الحفرة، راسي دي زي وعينه خضرة، عييت نهرب ونتهرب وما عرفت منين نزلت عليا هاد القدرة. ويلي شحال مسكينة هاد البنية. لبسي يا الهبيلة توب من الحرير الزين، وطلقي شعرك وحطي لك حل في العين، تبسمي وتغزلي في الشرف الهرف تخين، سلبيه المال القلادة والنبالة، إلا بغى يلمس شعرة منك الغزالة، يا فليلو يا الغزالة. خدي رزقك، خدي رزقك، وعديه تزوري فراش وبالليل، جمعي راسك وسيري عند الراجل عريض الجبهة والحاج بالهليل، فليلو الراجل عريض الجبهة والحاج بالهليل، غريه غريه توهبيه نفسك والنبالة، وخليه حتى يخرجك من باب الخيالة، ودحيه هربي عند الواد وخليه، ايوا عند الشجرة تلقي الحمير مولات المناد الفهيمة اللي قراتك حروب النساء يا البهيمة. لا توب من الحرير الزين، وتلقي شعرك وحطي لك حل في العين، تبسمي وتغزلي في الشرف الهرف تخين، سلبيه المال. فليلو ايوا تلقي راسك شويه، سيدي راه تغدى وكيتسنى فيك، ايوا يلا سربي. تبارك الله تبارك الله تبارك الله على الزيونات. انا عم زين. مرحبا والف مرحبا، تكوسي مخبي عليا هاد الزين كله، قربي قربي عندي يا لاله فليلو، قربي فين كنتي مخبيه هادشي هذا؟ الزم حدودك سيدي، راك عارفني ما عزيزش عليا المزاح. عاوتاني ولينا في قصو حيط الراس. ماشي قصو حيط الراس مولاي، ولاني عزيز عليا راسي ونبغي نخنتو شويه. كلشي ديالك واللي حليتي عليها فمك يحضر ما بين يديك، راه ديك اللي ديدا خسارة خسارة. هاد اللي ديدا اسمها وماشي ديال تمارة، وما كيبانش لك خاصهم شي حاجة؟ ايه خاصهم الخاتم والبلا. ويلا كان سيدي كريم يزيد الخلخال على الخلالة. الليلة الدركي كل ما كتمني هي اللي عطيتيهم ليا دابا، الا بغيتي باش في الليل نجي كاملة مكمولة بالقلادة والخواتم في يديا ونبالتي والخلخال في رجليا. هي الاولى لالا مولاتي، هي الاولى. خذي والليلة ملي ترجعي نزيدك حتى المضمة والتاج ونبايل من القرو العاج. لا لا يخطيك مولاي. اجي فين هذا؟ ننكش ونتنكش باش نليق بمقام سيدي. ها
ربي واش وليدي نفرش ونغطي. الله يا سيدي يا ربي واش وليدي جيعان ولا شبعان. وفين غبتي عليا يا نوي وير تدار. فين مشيتي وخليتي امي يمتك بعدانية. سكتي يا فطومة سكتي الله يهديك. خليني ربا بكات عيناتك كبتي مجروحة. خليني أنا اللي مشوية مكوية. الله يا وليدي تبعوك بالعين وليدي. حيث قريتي وحفظتي القرآن. الله يهديك يا هاد المرا سكتي راك خمجتي ليا قلبي. بارك عليا من تهرنين. اسكت اسكت نقصها كف كبدة. عمرك ما بكيتي على وليدك. عمري ما جبتك خرجتي شي دمعة من عينيك من نهار اللي خرج من هاد الدار. لا لا البكا معنون ينسى بحالك. انا راجل ووالد راجل وفين ما مشى ما نخافش عليه. وزيدون الراجل اللي ما دردف وما جال ما عرف حق الرجال. كتسلتي في هاد الليل سلام من هذا شحال وانا كنتسنى فيك. كتسني فيا انا؟ كنت كنشوفك ديما غير من الشرجم وانت عمرك ما هزيتي عينك ولا شفتي فيا. عييت من خبي ونصبر واليوم قلبي تقهر وجمعت كل ما نملك وجيت باش نوهبو ليك. توهبي ليا؟ باش نهربو من هنا قبل ما يطلع الفجر. نهربو؟ لا 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 ما يمكنش ما نقدرش نهرب وانا تربيت وكبرت في هاد الدار. ما يمكنش. هي قول لي ولفتي عشت الزلط والقهر. واخا غادي نكويها في قلبي وغادي نرجع لعند سيد الوزير اللي وعدني يعطيني كل ما نتمناه الا قبلت نكون ونيست ونبقى حداه. فليلو سني بلاتي. ندوزو من هنا. زيد وسكت. زيد كتابي زيد. سمعني اش غادي نقول لك. شد عدك هدر زيك وتسناني هنا حتى نرجع.
فين غادة؟ دايرة مع أختي تجيب لي معها واحد البهيمة باش نكملوا الطريق. أختك؟ وباش عرفت أن أختك كاينة؟ سكت، قلت لك سكت. شوف رد البال، ويلا بالك الغاشي صفر عليا وجبد اش حدا تشجر. سكت الكفر حدا تشجر. واخا هذا يا طالب حرف من حروف حرب النساء، ما يتم حايا المحضار ما يتنسى. انا مجربه خذها تيخو يا ديريات وليت زغرتي يا تاج يا تياجي يا لهلا يجيبك مشيت نوبة. صباح الخير يا لالا. اشوف ها راني من مسي ما نصبح اش بغيتي مولات مناد الحرير؟ ها واش مازال ما جات مولات مناد الحرير؟ يا ولد اسير تغوت ماني سمكه. ها قول لي قادك الطفله اللي كتبيع مناد الحرير هنا هنا هي. ايوا صافي يوم ثلاث تبيع شاهنة عفا عليها الله. يا ولات خدامة مع الحمالة والجمالة ايوا دبرات على واحد مولاي اللي بغل ما فضلته قدام واحد اللي بغل على مكبراته اللي بغل الكبير هو انا اللي درت فيها الثقة. ياك فين غادي نقدر نلقاه؟ لقاها هاكا ما ثلاث شاي تعمر السوق ما ثلاث شاي تعمر السوق عفا عليها الله. واني مسكينه خلات القاد الله يسام راه يزيق ما نعرف راسك فين يجيني مدفق عليا. انت فينا انت فينا يا بلاتي عليك يا بل بغى الاخر خليتيني داويه وحدي ومشيتي انا اللي دايره فيك راسي واني ما طفرنا مع النساء بقى مع الرجال. يا زيدو سيدي ونحيد ليه البردعة ونعطيه يعلف ويورد واللي بغاته خاطر سيدي في الداخل يلقاه. شدي يدك عندك ما قلت لك قيدي لي حماري ولا زولي ليه بردعة. لا يا شيطان واش
كاين شي راجل معمن نتكلم ولا لا؟ ولا كاينه شي زريبه عليها الهبه بلا رجاله؟ وكلامي مع الرجال ما سوق العيالات، حلفت حلف قطعيه لا عمرني عمرتها ولا لا. بلاش. وعلاش؟ ياك ما كاين باس، وشكون هاد المراه بنت المراه اللي خلاتك تحقد على نساء ولد الناس؟ شي حره غره خافتو لا ينساو يتناسى، كواتوكيا ما تبرى بالحق با على ما يظهر، ماشي هي اللي ظلماتو، دارتها ليه قصو حيد كلامو ومضاوت لسانو. سكتي يا بنيتي، خليه مسكين، باينه عليه غير اللي فيه يكفيه. إيه زيد دخل، راك في الأمان وما عندك مناش تخاف ولد الناس، كاع داروها بينا ننسى، ولاني مع المدة بنادم كينساو يتناسى بحال حتى شي مكان، حتى دابا ما كاين باس. دخل شد عندو البهيمة. دواري بالعود والعدة، ومعايا علمي هو سلاحي، واخا قاري وحافظ صواري، قلت انا نقرا حرب النساء باش نعرف بحق المرأة قبل ما نولد الاولاد وندق الوتاد، عاد نولي بشد ليا نقطع عليك. وامدا قلت حرب النساء ولا مازال؟ اقريت ونسيت. ما كاين غير مرة تنسيك في الاخرى، تيق بيا. واش حالي قدك؟ غادي تضيع عمرك كله وانت كتقرا، وما ضرني غير النهار الاخر، غادي نرجع للدوار ببهيمه مقيداني. حمار صيد حمار. وباس بعدا هادي مزيه في الرجال كاملين. وشنو هي هاد المزيه بنيتي؟ تقاري الخير. اش من خير؟ اش من خير الله يهديك؟ ياك الاولى نبهاتو قتلاتو حياتو وهو اللي ما بغاش يفهم، والثانيه دخلاتو رحمه النساء وخرجاتو وهو اللي ما بغاش يحشم. وماكم فاش ظلماتو هاد المراه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. صافي دغيا سخيتي بينا، صافي بغيتي تمشي؟ فين هو باك بنتي؟ علاش بغيتي الهضره معاه هو ماشي معاك انت؟ وبا الا سافر كيطول، والا مشى في الاول ديال الشهر بحال اليوم ما تيرجع حتى يتسهر ويدخل لهلال الاخر. شحال حسبتوا عليا العرضه ديال البارح؟ لا واه لا عيب علينا نطمعوا فيك ونتخلصوا منك وانت ما بحالك شا مسكين. حرام. الله يكثر خيركم. انت مول الخير. فين هو حماري؟ اش بحمار؟ يا قلتي ما تتكسب ما تتعلم. اودي الله يهديك لا تزيديش عليا، وزيدون ما عمر تسوق معاك، ما تبايعنا ما تشارينا باش تاخدي مني حماري لهنا. نهاك الله وسير سير ولد الناس، سير سير بعضامك صحا قبل ما تدبر على فهاد النهار. ها هما جايين، راه الا صابوك داير الفوضى ولا حطي سوقك الحبس راه حنا كنخلصوهم كل نهار على وحدين بحالك. شكون هادو؟ حماله ولا جماله؟ لا عطاره، هادوك راه مالين الصنك، راه هما اللي تيجمعوا الضريبه لدار الحاكم.
جابهم الله يفصلوا بيني وبينك. لا انت ولا هذاك الظالم ديال باك اللي ما عرفت فين ضربها بغبره. انتوما هذه هي قاعدتكم، اه تضايفوا بلادهم وتكسطوا عباد الله. اش داكشي مالكم انتوما؟ ياك لاباس، اشنو بيناتكم؟ هاد المخاره سرقاتني هي وباها نعمس. باش تعرفوا صفيها وما يكسب العقل على انا عندي با بعدا. لا سيدي عندها البارح ضايفني ورحب بيا وهي اخذت مني حماري وقيدته بين البهيم، واليوم في الصباح ضربتها ليا بنكره وباها ضربها بغبره. تا دايخ ولا ضربك حمار الليل؟ بعدا هادي من النهار عرفناها ساكنه بوحدها مسكينه هنا، وانت كذبتي علينا. ما تكون غير شفار ولا في كرشك العجينه. يلا زيد لهنا، يلا زيد لهنا، زيد زيد. هذا مطلوب عباد الله، زيد لهنا. الله ياخذ فك الحق. قلت لك زيد قدامي. هذا مطلوب عباد الله، هذا مطلوب. زيد قدامي والله الا مطلوب منه. اللي يجمعوا بهم العشور. يا قلتها لك حتى الغدا غادي يوصلهم للقلعه محملين مجملين. اسمع لي مزيان، شوف فيا هنا، غير نعطيك الاشاره ودخل سوقهم قدامك بقيدهم. سمعتي؟ والعشور اللي بشويه، والعشور اللي جمعي ويلا في زناب البغال، هذاك هو الربح. وميقنا ها ميقنا باللي دوك جوج حساسه هما اللي بقاو بوحدهم حاضرين زعما. وهانت كنشوف راه كلشي نعس، اش مازال كنتسناو؟ يلا وانا يا وليدي. فين غاده شريفي؟ انا لا وقفي حدك تما. مسا الخير عليكم. مسا الخير عليك. فين غاديه؟ غاديه نشوف وليدي. شكون هو ولدك؟ هذاك الهبيل راه ما عنده عقل مسكين، راه كيدخل ويخرج في الهضره. قالوا لي شديتهم خصم مع شي مرا. هاوي لعباد الله، هاوي لعباد الله، راه داك ولد حرام من تعايله ما يتهنى حتى نصفيوها لي العيالات في خطره. الله يخليه بالخلات دفو. شتي شنو قلت لك؟ وحتى انا شكيت فيه، يا اما حمق ولا كيدور على من يحمق. وخلوني خلوني الله يرضى عليكم. ندي لي العشاء. انا لا وقفي. ما يمكنش يا لاله، ما يمكنش. هربا وليدي، هربا وليدي، لما خليني ندي لي العشاء راه ماكله والو من الصباح. ها اللي قسم الله، ها هو، ها هو قسموه معاه. راه وليدي ما ياكل غير من يدي انا. صراحة واخا تعشينا هادشي عندك ريحتو كتشهي. تبعينا لا سمعي لا لا غير اللي غادي نديرو فيك حينتي خليتي فينا، غادي نخلوك تكلمي معاه حتى للصباح وبدلي علينا ساعة أخرى. راه لا ساق لينا شي حد الخبار، لا انت لا ولدك لا حنا. الله يخلف عليكم، الله يرحم والديكم. Thank you.
شكون انت حتى من بعد وتعرف شكون انا؟ شد هلق، ما ناكل حتى نعرف شكون انت. قول يا هذا الطالب ودير نيتك، ولو غير مره واحده في حياتك راه ما كاين اللي خرج على قد هذه قلت النيه اللي فيك. شد قول. مالك شد راسك ياك لاباس؟ اش وقع؟ لا والو، ما وقعت حتى شي حاجه. كي جيتك؟ بغيت غير نعرف منين تسلطتي عليا. واش من الانس انتي ولا جنيه؟ وحمد الله وشكر اللي رسلني ليك باش نفقهك ونقريك. بارك الله فيك، فهمت وقرايت، غير بعدي على طريقي. مالاش درت ليك؟ لا والو، من نهار شفتك وانا من مصيبه لمصيبه. اياها الطالب عندك الحق، جيت عندنا بحمرقين وغادي بغل. اشنو؟ خلي عندك هذاك البغل، حاجه الحرام معدي ما ندير بها. حاشاك يا سيدي، يا حنا كناكلو حاجه الحرام ياك؟ وعلى هذاك الشيء اللي سرقته ماشي حرام؟ هذاك رزق ماليه ترزو فلو حنا رجعناه ليهم، اما هاد البغل عطاتو لك فعاود البغل والحمار اللي خديت لك بقيتي فيا. البغل ربحتيه بشطارتك، وانا عندي كلمه الرجال وما نرجعش فيها. لا العاود ربحتو بالصح في الخطار، ولكن البغل غشمتك فيه. صفتك لدار الوزير ما انت دايما ما انت بعروسه. واخ، وهذوك العساسة مساكن اللي بقاو مليوحين في الخلا، اللي ما عرفتهم واش ميتين ولا حيين. لا واه، حنا ماشي قتالة، هذوك درنا ليهم في الماكلة شي حاجة كدوخ باش يبقاو ناعسين. ياك، باش تسرقوهم على خاطركم. عرفتي اش دير؟ زيد زيد الكفوهم خليك وسير، الله يعرض داك اللي تيسير. راه حافظ المريرة مزيان وكيحبك في المشية، غير تبعو في ريش شد بيك الطريق بلا قواد ويوصلك دغيا. لا لا لا، كاع الحاجه اللي غادا تجي من جيتك ما عندي ما ندير بها. من اليوم ما غادي نتبع لا حمير ولا بغال، ما غنتبع غير اللي قال لي راسي. السلام عليكم. ايوا تبع رياك مولاي احمد وسير، ولكن وياك تنسى ما قراتك الاولى في النساء.
شبيك لبيك انا عاودك طايح لي ليك اللي طلتي يجيك غير امر مطلوب يحضر قبل ما تضرب مش عينيك. شكون انت؟ انا مارد من الجان كنت كنصول ونجول ما يقيدني الجام ما يقودني حكام جابني لقيت تحت وليت الجون فهاد الكله شحال هادي نعام حتى جيتي انت وعتقتيني عمر خيرك ما نساه طلب اش بغيتي وقول ما تمنيتي. اش غادي نقول لك؟ اللي بغيتو مازال ما لقيتو وعلى قبله هجرته لي ودواري بغيت نقرا حرب النساء. لو كان كنت انا قاري حرب النساء وضرب حسبة قاع ما تلقاني هنا. هي حتى انت النساء اللي وصلوك لهنا. كنت هاني مهني ما بيا ما عليا واحد لهوزة شي بعاصية قاطع يديها من الرحمن ديما موساني كتفيقني من عزي ما مخليني نرتاح لصباع ولا شيء. شاوي سلام العود لقماري بلاد خان غير حضر وبان عليك لامان عليك لامان. اش بغيتي عندي؟ ما خليتي نرتاح ولا ندوق حلاوة الدنيا. او كيف تحل عليك الدنيا بلا بيا يعقلتي الحمر ولبسته يعقلتي العترس وذبحته يعقلتي المساس اكليته وانا الله يسمح لي افتراك كنتي عصيت اللي خلقني اش مازال بقى بغاني بغيتك تعاوني واللي بغيتيه مني على راسي وعيني. وانا شكون اللي غيعاوني؟ العلا يحوشك ما حد حيا غير ديري يدك في الدية واللي صعبت عليك خففت عليا. غادي تعاونيني في واحد القبيلة وإلا سال الدم بين ولاد العم أنا ليك وانت ليا. وصداقي؟ صداق خاتم وخلالة ديال نقرة ومضمة ديال الصم وتحتية من حرير الدودة. ياك سمعتو كاملين ياك سمعتو شهدتا يالله الجوع ها واحد الوجبة شاخدة الحضرة والجذبة واللي فيه الحليبان. عند بالي غنوقف عند حدها ساعة درت الربقة في عنقي وكتشفت راسي بيديا هي زعما قدرات تسيل الدم بين ولاد العم محات ليهم الاثار ما خلاتش فيهم اللي شد العزو قدات على قبيله في ليله وملي صبح الصباح لقاهم كلهم ميتين دفنوهم كاملين وداو العزو للجامع حيت ما خلات فيهم حتى واحد اللي يقابل العزايا. وانت اش درتي مع العجوزه السحاره؟ وفيت بالكلمة ومشيت لعندها. رقوش رقوش هو فين مشيتي؟ تعطلتي عليا؟ ياك درنا ميعادنا ملي تقرب الشمس تغرب مالك ديما زربانة وراه انت اللي ديما معطل واش عرفتي متى ودن السهل دابا راه المغرب اللي غيودن
وانزل انزل بعدا الامانه باش واحد دكات انا وقرب لعندي قرب لا 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 الله يبعد بلا يملك ابعد تسمع من الارض معززتك عندي زولت خاتم الحكمة اللي وهبني ملك الجان ودرت بدالو خاتمك كنت عرف قيمة هاد الخاتم وشحال فيه من حكمة وملي سمعت بلي الخاتم دي الحكمة وبلي مولاه هو ملك الجان خرني الغرار ومشيت لبيت العجوزة الشيبة العاصية بالليل باش نخونه ترجعها وإلى درتيها في النساء لا تنساها ومدك النار ونعيش في الظلمة حتى صلتك الله عليا باش تفكني هذاك الشيء علاش ما نتفارق معاك حتى تطلب اش بغيتي قول اش بغيتي لا 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 هو حتى الجنون حتى هما قنعت من كل شيء ما بقيت بغيت حتى شي حاجه غير نرجع لدواري نعيش مع والديا نصلي بالناس ونقري الدراري شبيك لبيك هي الاولى تفضل ها اللي غيوصلك تال دوارك ha 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 ha